طيبين النهاردة، وبعد طول انتظار وبعد تعب طويل جدا 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 لدرجة ان الواحد مش كان بيعرف ينام، قدرنا نعدل على اللينك الخاص بال100 ميجا بتوع اتصالات اللي احنا عارفينه دايما، وجبنا اللينك اللي بيدينا بقى الهدية الكبرى بتاعة اتصالات، ال50 جيجا بايتس. طبعا ال50 جيجا بايتس ديت لحد دلوقتي مش سمعنا عن حد في مصر خدهم غير العبد لله. الشركة بتديك 50 جيجا بايتس لمدة 3 شهور، تستخدمهم زي ما انت عايز، تحميل رفع كل اللي انت عايزه. تمام، اللينك ده هو رخم شوية، في لفات كتير جدا طبعا علشان تحمله، بس بصراحة سرعة عالية جدا. يعني كلنا كده عارفين ان اتصالات منزلة اللي هو العرض بتاع 100 ميجا، ومنزلة العرض التاني بتاع اللي هو الفطيرة وانت وحظك، وبتديك طبعا بتضحك علينا وتقول لنا نص الباقة بنص التمن او ضعف الميجا بايتس او الكلام ده كله. النهاردة كل اللي عليكم بس انكم تحملوا اللينك، انا حاطط اللينك في 10 لينكات و10 طرق عشان خاطر الشركة مش تقدر توقفه مهما حصل، ويعيشوا وسيبونا نعيش، و كل سنة وانتم طيبين وصباحكم فل.